أفادت مصادر خاصة لشوف تي في قبل قليل من يومه الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت لاعبين من فريق هلال القدس الفلسطيني من مغادرة تراب الضفة الغربية بفلسطين المحتلة باتجاه المملكة المغربية. وذكر مصدر مقرب من الفريق الفلسطيني الذي حلت جماهيره الثلاثاء الأخير إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من أجل حضور اللقاء المرتقب بين فريقه والرجاء الرياضي لحساب بطولة محمد السادس للأندية البطلة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت كلا من جلال أبو يوسف وإبراهيم الحبيبي من مغادرة تراب الضفة الغربية باتجاه المغرب بهدف مواجهة الرجاء الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. للإشارة، فإن قناة شوف تي في كانت قد رصدت عن قرب جولان الجماهير الفلسطينية في مدينة الدار البيضاء قبيل لقاء الدور 32 من بطولة محمد السادس للأندية البطلة لحساب لقاء الذهاب، والتي عبرت عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الذي نالته من طرف بعض فصائل الرجاء الرياضي قبل مباراة الاثنين.